يختتم منتخب مصر الأول مشواره بمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا بمواجهة نظيره السعودي غدا الاثنين في لقاء تحصيل حاصل عقب وداع المنتخبين للمونديال وخروجهما رسميا من المنافسة على إحدى بطاقتي الترشح التي اقتنصها روسيا وأوروغواي كأول المنتخبات المتأهلة في الجولة الثانية، رغم أن مواجهة الغد بين الفراعنة والأخضر مجرد تحصيل حاصل، إلا أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة لدى المنتخب الوطني الذي يبحث عن الفوز غدا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. يتحصن المنتخب الوطني بالعديد من الدوافع التي تجعله يخوض اللقاء بحثا عن الفوز وتحقيق الانتصار على السعودية وتحفزه من أجل حصد النقاط الثلاث في المواجهة. في مقدمة هذه الدوافع والحوافز رغبة المنتخب الوطني في تحقيق أول فوز لمصر في تاريخ المونديال، حيث يأمل لاعب الجيل الحالي للمنتخب المصري في تحقيق أول انتصار في تاريخ البلاد بكأس العالم بعدما فشل جيل 34 وجيل 90 في تحقيق أي فوز في كأس العالم قبل ذلك. يأتي الدافع والحافز الثاني للمنتخب في رغبتهم لحسم لقاء الغد لصالحهم لفرض سيطرتهم على الزعامة العربية، فدائما ما تكون الدربيات العربية بمثابة بطولة خاصة حتى لو كانت نتيجتها لن تؤثر على مشوار المنتخبين المتقدمين وتلاشي الخسارة وكسب الرهان على حساب الآخر، فضلا عن رغبة المنتخب المصري في الرد على الخسارة بخمسة أهداف التي تعرض لها الفراعنة قبل 19 عاما على يد الأخضر السعودي بكأس القارات بالمكسيك، حيث يسعى المنتخب المصري لرد الاعتبار ومحو تلك الذكرى السيئة أمام شقيقه السعودي. فيما تأتي مواجهة السعودية غدا بمثابة طوق النجاة للأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الذي يمني نفسه بتحقيق أول فوز له وللمنتخب في المونديال لمسح عار هزيمتي روسيا وأوروغواي، فضلا عن رغبته في ترك ذكرى طيبة للجماهير المصرية بعدما بات قاب قوسين وأدنى من الرحيل عن تدريب المنتخب. أخيرا، تقدم سن العديد من لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر يلعب دورا كبيرا في رغبتهم لتحقيق الفوز وتسجيل إنجاز تاريخي بأسمائهم في حالة الفوز والانتصار على المنتخب السعودي في ظل صعوبة تواجدهم في المونديال مرة أخرى. يأتي دخول المنتخب المباراة بدون ضغوط نفسية ليسهل من مهمتهم في الفوز، خصوصا وأنهم يلعبون للشهرة عقب توديعهم للمونديال، فيما تعلق الجماهير المصرية الآمال الكبيرة على نجمها الأوحد محمد صلاح في إحراز هدف ثان له في مرمى السعودية بعد هدفه في مرمى روسيا. فكل التوفيق للاعب المنتخب الوطني في الفوز غدا ومصالحة الجماهير الغاضبة ولو بفوز معنوي لا يسمن ولا يغني من جوع.